مشاهدينا في كل مكان، صباح الأمنيات الطيبة والجميلة، جمعة سعيدة ومباركة عليكم إن شاء الله. حلقة جديدة من صباح الشروق، من إنه تنال الرضا والاستحسان والقبول. أهلا بك يا رينا، صباح الخير. صباح النور، جمعة مباركة. نشيط ولا نايم؟ لا، حيوية إن شاء الله. الصباح دائما بيبدأ بالنشاط، منورة بالثوب السوداني. الله يخليك بنورك. صباح الخير والسعادة أكيد على كل مشاهدينا في كل مكان، متابعينا في كل البيوتات السودانية المختلفة بالطابع السوداني المميز والجميل، تحديدا في يوم الجمعة بتضم كل الأسرة وكل العائلة في مكان واحد. نبدأ معكم صباحنا، صباح الشروق، بمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا مليحا حوى الجمال جميعا وجميلا لا جماله لا يسام، لك طرف مكحل لا بكحل وجبين يذول منه الظلام، لك وجه كل الملاحة فيه فيه نور وبهجة واحتشام، لك ثغر حوى الفصاحة جميعا فيه شهد وسكر ومدام، لك صدر كلام ربك فيه علم وحكمة واحتكام، لك قلب مطهر ونقي، لك في الليل يغضة وقيام، لك مشي على الرمال خفي، لك في الصخر باصت الأقدام، لك شعر مدعج ذو سواد ما أينما سرت ظللتك القمام، لك حوض يوم القيامة يروى منه قوم مصدقون كرام، أنت أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام، تقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام، يا نبي الهدى لك السلام، كلما عانق الضياء اللهم صل وسلم وبارك واكرم وانعم على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه واتم التسليم.